أحسن الله إليكم. يقول تقول السائلة عبد الرحمن من وادي الدواسر أيضا يا شيخ صالح، هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام النوافل في شهر شعبان؟ لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن صوم التطوع في شهر شعبان، بل كان يصوم أغلب، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان.